وينضم إلينا من معبر رفح مصطفى عبد الفتاح. مصطفى، ما هو جديد شاحنات المساعدات في هذه الساعة؟ نعم، يعني جهودنا متواصلة من أجل إدخال مزيد من المساعدات الإنسانية إلى الأراضي المصرية. خلال ساعات هذا اليوم وصل إلى الجانب الفلسطيني من معبر رفح فيما يخص المساعدات الإنسانية حتى الآن 100 شاحنة محملة بكميات من المساعدات الطبية والغذائية والإغاثية. هذا أيضا فيما يتم تجهيز حوالي 50 شاحنة أخرى، وهي الآن في طور إنهاء الإجراءات النهائية قبل الانطلاق إلى الأراضي الفلسطينية. أيضا وعلى صعيد استقبال الجرحى والمصابين، وصل بحجم الإصابات التي وصلت إلى الجانب الفلسطيني من معبر رفح إلى 27 حالة من الجرحى والمصابين الفلسطينيين، وهم الآن في مرحلة تجهيزهم عبر سيارات الإسعاف المصرية وتقديم الإسعافات الأولية لهم، وبعد ذلك نقلهم إلى المستشفيات المصرية الواقعة في نطاق محافظة شمال سيناء. أيضا فيما يتعلق باستقبال مزدوجي الجنسية، استقبل معبر رفح خلال ساعات هذا اليوم ما يقرب من 500 شخص من جنسيات مختلفة، وهم الآن في مرحلة إنهاء إجراءات دخولهم إلى الأراضي المصرية تنسيقا مع ما تقوم به الخارجية المصرية مع قنصلياتهم وسفاراتهم في مصر من أجل إجلائهم إلى أو عودتهم مرة أخرى إلى نقاطهم الأصلية. نتحدث أيضا عن استقبال الجانب الفلسطيني من معبر رفح حتى الآن وخلال الساعات الأولى لصباح هذا اليوم 5 شاحنات من الوقود مقسمة كالتالي: 3 شاحنات من السولار بكميات تزيد عن 90,000 لتر من السولار، بالإضافة أيضا إلى شاحنتي غاز. نتحدث عن كل هذه الجهود في هذه النقطة الحدودية التي تفصل ما بين مصر وفلسطين، والتي لم يتأثر العمل فيها بأي مجريات أو مؤثرات أخرى سواء كانت على الجانب الفلسطيني من عمليات القصف المتواصلة من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي، أو في الداخل المصري جراء أو من يعني إجراء الانتخابات الرئاسية في مصر. هذه النقطة الحدودية لم تتأثر، ولم تتأثر عمليات المساعدات. الجهود هنا ما زالت مستمرة وتستمر على مدار الساعة من أجل مزيد وضخ كميات أكبر من المساعدات الإنسانية إلى الأشقاء في فلسطين. لكن إجمالا كم تبدو كمية الوقود التي تم إدخالها مصطفى خلال الأيام الأخيرة إلى الجانب الفلسطيني عبر معبر رفح؟ نعم، يعني نحن نتحدث عن رقم يصل قرابة 140 شاحنة محملة بكميات الوقود سواء كانت من السولار أو من الغاز. كل هذه الكميات التي وصلت إلى الجانب الفلسطيني، وما زال العمل داخل الجانب المصري. وهنا على هذه النقطة الحدودية يتم تجهيز كميات أخرى، وهناك جاهزية تامة من السلطات المصرية في هذه المنطقة وفي منفذ رفح على إدخال مزيد من هذه الكميات. وفي ظل ذلك تتواصل الجهود المصرية مع جهود الدول المختلفة أو المعنية بهذا الشأن تحديدا، والتي تريد زيادة حجم المساعدات فيما يتعلق بكميات الوقود التي تدخل إلى قطاع غزة في ظل الأوضاع المتردية التي أصبح يعيشها سكان قطاع غزة. كان في نداءات فلسطينية طبية مصطفى بضرورة إدخال مشافي ميدانية لأنه حال المشافي في القطاع كارثي بعد المستشفى الأردني والإماراتي الميداني في قطاع غزة. هل هناك أي معلومات عن أنه سيتم تسيير مزيد من المشافي الميدانية من معبر رفح؟ نعم، يعني نحن نتحدث عن بعض المستشفيات الميدانية التي تعمل أو يتم تجهيزها الآن داخل الأراضي الفلسطينية، وتحديدا في مناطق متفرقة من قطاع غزة مثل المستشفى الميداني الأردني والإماراتي والتركي. هذا أيضا فيما تحاول بعض الدول الأخرى تجهيز بعض المشافي الميدانية في هذه الأثناء وفي هذه الأيام. وخلال الأيام الماضية كنا قد رصدنا الوفد الإيطالي الذي زار قطاع غزة بالفعل لمعرفة مدى إمكانية إقامة مستشفى ميداني هو الآخر. هناك عدد كبير من الدول تحاول إقامة مستشفيات ميدانية داخل قطاع غزة، ولكن بكل تأكيد الأوضاع والظروف الراهنة ليست على أي حال هي المطلوبة والجاهزية لها من خلال إقامة المستشفيات. هناك صعوبات تواجهها هذه البعثات التي تحاول توفير وتقديم وتجهيز مستشفيات ميدانية لسكان قطاع غزة، ولكن نتحدث دوما عن المستشفيات التي تعمل داخل القطاع هي المستشفيات الميدانية، وأيضا المستشفيات التي ما زالت في الأصل تعمل داخل
داخل قطاع غزة وأصبحت قوة عملها وقدرتها على العمل وتقديم الخدمات الطبية لا تتعدى، ربما هناك بعض المستشفيات لا تتعدى قدرتها على 20%، وذلك وفقا لتصريحات وزارة الصحة الفلسطينية. هذا أيضا فيما يحاول الجانب المصري، سواء كانت وزارة الصحة المصرية أو الهلال الأحمر المصري، دعم المستشفيات الفلسطينية بكل تأكيد من خلال المساعدات التي تدخل في كل يوم. إذن حسب ما أفدتنا بانتظار مستشفى ميداني إيطالي بعد الأردني والإماراتي. شكرا جزيلا لك من معبر رفح مراسل القاهرة الإخبارية مصطفى عبد الفتاح.